السلام عليكم. لمع وصفات موالي تكون بهذه الوصفه معسله تناسب بزاف السهرات الرمضانيه بواحد الحشو، يعني هذاك الكاوكاو. انا استعملت الكاوكاو، تستعملي اي حشو تحبي، اي مكسرات. نديروا واحد المكون يخرج لنا حشو رائع. ندوزو مباشره لطريقه التحضير. نبدا بالطريقه. اول حاجه نجدوها هي الحشو. الحشو واش فيه؟ هنا عندي بالتقريب 400 غرام تاع الكاوكاو، كاوكاو محمص ومطحون بالقشور تاعو، يجي فيه بنه مميزه. جربوا هالطريقه. فقط حبيت نوريكم النوعيه تاع الكاوكاو اللي تجي بنينه. غير انا نشري هذا الكاوكاو هذا اللي راكم تشوفوا فيه، يعني تجي القشره تاعو تجي رطبه كي تصيبيه بالقشور تاعو، هذاك القشره تجي رطبه، يعني تشوفيها انها ليس. هذاك هو الكاوكاو البنين. انا دائما نشريه ونتعمد اني نشري يكون عنده الجلفه تاعو رطبه هكذا باش يجيني بنين. نزيد معاه اذا حمصتو وطحنتو بالقشور تاعو، ها هو معنا حوالي 400 غرام. نحتاج معهم مغرفه كبيره تاع لا مارغارين ولا الزبده طريه، وحوالي زوج مغارف كبار تاع حلوه الترك. هاد الحلوه الترك تمد لنا واحد الطعم يعني خرافي لي سيغار تاعنا. اول حاجه اذا نبدا الطريقه، ندير هذاك الكاوكاو محمص ومطحون. طبيعة الحال حبيت دير اللوز ديره، ندير هذاك الزبده ونزيد هذيك حلوه الترك. اذا نحكمها ونفتتها مليح. هاد الحلوه الترك يعني اللي ياكل لي سيغار يسبن انه كاين حاجه بنينه، لكن ماش راح يعرفوا شنو هي. اذا نبسسهم مليح، نفتت هذيك حلوه الترك ونبسو مع هذاك الزبده. بعد نضيف لهم حوالي مغرفه كبيره فقط تاع السكر، ما نديرش بزاف السكر. ندير هذه مغرفه صغيره، ندير زوج مغارف، راح يكتفي بهذا القدر هذا. ما نديروش بزاف السكر لانه راح نعسلوهم. من بعد واش ندير؟ نحكم المزهر. المزهر ندير غير بشويه حتى نحسوا انه راه يتلم تحت يدي. اذا نرشوا غير بشويه فقط بهذه الطريقه ونخلط حتى نشوف هذاك الحشو تاعنا بدا يتلم تحت يدينا. اذا هنا راح نحبس المزهر. لاحظوا يعني راني نقدر نشكلو بهذه الطريقه. اذا هنا واجد معانا. من بعد هيا عجينه الفيلو. عجينه الفيلو ما تفتحيهاش من لومبالاج تاعها حتى تجي تخدم، حتى توجدي الحشو تاعك هو معنا. ها هي معنا. سبق وكيما عملت لكم عجينه الفيلو، كاين بزاف اخوات قالوا لي انه غاليه وتستقى منا. بالعكس، عجينه الفيلو المحليه الصنع دير 21 فقط، يعني لو كان تروحي تشري دوك لي سيغار شحال راهم يسواو للحبه. اذا بعد واش ندير هنا؟ اذا نحكم مثلا زوج ورقات ولا ثلاثه ولا اللي يعني واش راح نستعمل، لانه ما نجبدوش كميه كبيره هكذا باش ما ينشفوناش. اذا نجبد هذه الكميه وهذه نعاود نغطيها بالكيس بلاستيكي تاعها ونديرها في لومبالاج هكذا باش ما تنشفليش. اذا نحكم هذه الكميه تاع الاوراق. واش ندير؟ نقطعها هذا المستطيل، نقطعه على اثنين في الوسط. راهم باينين يعني لي طراز تاع الوسط تاعهم. بسم الله، نقطعه على اثنين. بعد كل نص ندير واحد على واحد، نقطعهم على اثنين بهذه الطريقه. يعني تاع 500 غرام راح تدلك تاكلي يشدلك شحال من يوم في رمضان. ما يجوك ضياف ولا، كفكره بزاف شابه. اذا نحكم ورقه تاع عجينه الفيلو ولا اثنين مثلا. راح ندير زوج ورقات لانه بانوا لي انهم رقاق بزاف. ندهنهم شويه من الداخل بالزبده، يعني هكذا باش ما يجوناش رقاق بزاف ويتكسروا وحدهم. ندير زوج مع بعض. نحكم كميه تاع الحشو، نديرو على شكل حربوش، يعني ما نديروش مزربع، نديرو هكذا متماسك باش هذاك السيكار يجينا بنين. اذا طبقوا على اثنين بهذه الطريقه ونلويه على شكل سيكار الطريقه. لاحظوا اذا راني دهنت الورقه من الداخل فقط، ها هي الحبه تاع السيكار تاعنا.
وصفتهم في السنيوه. اذا كل حبه ندير فيها زوج ورقات، لانه لو كان ديري ورقه واحده يجوا بزاف رقاق، يجونا يعني تحسيهم انهم حشاش بزاف. اذا نكمل نعمر كامل الكميه تاع الورق اللي عندي، يعني على حساب الحشو اللي كاين. تقدري ديري مام لا نوات كوكو اللي يحبوا نوات كوكو. والله مره شريتهم عمري بلا نوات كوكو البنات هكذا صغار، يعني كي شتهم فقط شهوني. شريت حوالي يعني 4 حبات ولا غير، يحسب فيهم 10000 الحبه. يعني حبيت ندوق فقط باش نشوف هاد لي كورنيك هاد لي سيغار كيفاش مخدومين. عادي عجينه فيلو وشويه تاع نوات كوكو. اذا نكمل نعمر ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. بعد ما خلصت الكاوكاو حبيت نزيد شويه بلا نوات كوكو، يعني نديرو كل واحد الذوق تاعو. كاين اللي في الدار يحب لنا نوات كوكو، كاين اللي ما يحبهاش. هنايا عندنا نوات كوكو، درت لها زاز تاع القارص وش مغرفه كبيره تاع السكر فقط، وندير لها شويه تاع المزهر هذا واش ندير لها ونخلطها. يعني المزهر ديري غير بشويه قيس ما يبدا يتلم، ولا كانت عندك نوات كوكو تاعك شويه خشينه تقدري تزيدي تطحنيها. اذا ها هي معنا ونبدا نعمر. بعد ما كملت هادو درتهم بالكاوكاو وهادو درتهم بالنوات كوكو، قطعت لي 500 غرام تاع لاباط فيلو 58 حبه، يعني ما شاء الله. بعد واش ندير؟ عندي شويه تاع الزبده دايبه وندهن الوجه تاع هادوك لي سيغا شويه شويه، يعني ماشي شرط نكثروا، ندير شويه شويه على الوجه. بعد ما كملت كامل دهنتهم دخلهم الفرن ل 180 درجه، يعني ما ديروش الفرن يعني الفوق سخون بزاف، لانه لا بات فيلو بالخبز تحمر. عندك فرن عادي شاني من التحت تشوفيهم حمارو تقدري تقلب بهم غير هما، عندك فرن مروحه شاني من التحت شاني مروحه. اذا نطيبو ونرجع لكم. بعد ما طابوا لي سيغا هاد السنيوه الاولى الصغيره هي طابت لي الاولى، نعسلهم. كيفاش نعسلهم؟ عندي هنايا عسيله، عسيلة اللي تتبع دفيها فقط ما نضيف لها ولا شيء. علاش؟ باش هاد لي سيغا يبقاو محافظين على هذيك القرمشه. وندير لهم هكذا من الفوق، انا مانيش حابه نحيهم من السنيوه هكذا باش نضمن انه ما يتكسروناش. اذا ندير لهم العسل من الفوق هكذا باش يتشربوا لنا مليح، ونخليهم حتى يبردوا باش نحيهم من السنيوه. اذا نخليهم يتشربوا ونزيد نعسل السنيوه الثانيه. الوصفه تاعنا اليوم هي معنا واجده. شوف كيفاش جاوده هذوك اللي حشيتهم بالكاوكاو زينتهم في الاطراف بالكاوكاو، واللي حشيتهم بلا نواط كوكو زينتهم بلا نواط كوكو. ان شاء الله تنال اعجابكم. جانا الشكل تاعهم بزاف شباب، وقطعت لي يعني ما شاء الله. الا درتي 500 غرام تاع لاباط فيلو راح تقطع لك 58 حبه. رايحه نقسم لكم حبه هذا باش نشوفوا القوام تاع هاد لي سيغا كيفاش يجينا. اذا ها هو معنا بسم الله. لاحظوا مقرمش هذاك الحشو في الوسط يجينا معلك، يجي رائع. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.